حول أصداء هذه المناظرة وأيضا أبرز عناوين الصحف الأمريكية الصادرة اليوم، ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر أهلا بك. بداية، أصداء هذه المناظرة، وهل بالفعل هناك حديث عن تراجع جو بايدن، ربما الانسحاب من هذه الانتخابات الأمريكية؟ مارينا، في البداية صباحك خير، صباح مليء بالسعادة والأمل وكذا السادة المشاهدين. بالفعل ما زالت أصداء هذه المناظرة التاريخية كما وصفتها واشنطن بوست حتى قبل بدايتها، كذلك كانت بعض الصحف الأخرى كانت قبل حتى هذه المناظرة كانت تصفها بأنها مناظرة مصيرية. أما بعد المناظرة حتى هذه اللحظة هناك أحاديث عدة عن الأداء السيء الذي تناول به بايدن هذه المناظرة ووقوفه أمام ترامب، حتى أن لغة الجسد للمرشحين أيضا كانت الصحف تناولت هذا الأمر. أما الشعب الأمريكي والمواطن الأمريكي مارينا قد اختلف في تقييم المرشحين، إلا أنه هناك استطلاع للرأي كان من شركة مورنينج كونسلت التي قامت باستطلاع للرأي بعد المناظرة بأقل من نصف ساعة لأكثر من 2000 من المواطنين، الذين قالوا بحوالي 60% منهم قالوا بأنه لابد وأن ينسحب جو بايدن من هذا السباق ويبحث عن بديل له لحفظ ماء الوجه للحزب الديمقراطي بشكل عام ولنفسه بشكل خاص. أيضا في هذا الشأن تحدثت وول ستريت جورنال بأن بايدن عليه أن ينسحب، خاصة بعد أن هناك بعض المشرعين وبعض الأثرياء ورجال الأعمال الذين يقدمون المال لحملته الانتخابية تحدثوا في هذا الشأن. أيضا نيويورك بوست ناشدت بشكل مباشر بايدن لفعل ذات الأمر، إلا أن بعض من يعني المؤيدين والديمقراطيين الأشهر في الولايات المتحدة مثل الرئيس السابق باراك أوباما وقف بجانب بايدن، وكذلك هيلاري كلينتون هي الأخرى قد قالت بأنني أؤيد بايدن في كل قراراته وسوف أصوت له في 5 نوفمبر، إلا أن هذا لم يقوم يعني حفظ ماء الوجه لبايدن الذي تناولت كل الصحف الإخفاق الكبير أمام ترامب. أما بشكل عام الجميع الآن يبحث فإذا ما كان ترامب سوف يقوم بالانسحاب وكيفية الشكل القانوني لهذا الانسحاب، أو أنه سوف يقدم الحزب بديلا له قبل مؤتمر الحزب القادم. هناك يعني بعد هذه المناظرة لم يكن مارينا الشكل، يعني الجميع كان يعلم الحالة الصحية للرئيس جو بايدن، وكانوا يعلمون أو الجميع يعلم أنه سوف يدلي أو بلاء ليس بالجيد، ولكن ليس بهذا الشكل الذي اعترف هو بنفسه أمام مناصريه في كارولينا الشمالية، وقال أنني لم أعد شابا، لم أعد مثل السابق، ولم أعد يعني أسير وأتحدث مثل السابق، ولكنني أعلم الحقيقة وأعلم أنني سوف أفوز وسوف يعني أنال من هذا الكذب، ويقصد دونالد ترامب. وهذا الأمر يعني أيضا قال بعض المحللين أنه أخفق بأنه يتحدث بهذه اللغة، أنه يعني لم يصبح بالكفاءة المطلوبة ليقاوم بها أو يواجه بها دونالد ترامب. فيما يتعلق بترامب، أيضا قالت مديرة حملة ترامب بعد المناظرة أن المستقلين سيصوتون لترامب بعد أدائه الجيد وشخصيته المؤثرة. هل بالفعل سيصوت أو أصوات المستقلين ستتجه فعلا له أمام جو بايدن، أم ما زال الأمر مبكرا لإقرار ذلك؟ مارينا 100% ما زال مبكرا، ولكن يعني هناك بعض الفوائد الكبيرة التي تريد حملة ترامب أن تقتنصها وتحاول أن تفوز بها بعد
أن أقر ترامب أو بايدن نفسه بأنه ليس بالكفاءة المطلوبة، لكن هناك فئات عديدة من سواء المستقلين أو منهم من ذوي البشرة السمراء التي يحاول كل فريق أن يجتذبهم. الجميع الآن فقط ينتظر هل هناك مرشح آخر عن الحزب الديمقراطي في هذا الوقت الضيق، أم سوف يستمر جو بايدن ويحسن من أدائه ويقنع خصوصا ياسر بعد ما قاله إيلون ماسك. إيلون ماسك قال أن لا بايدن ولا ترامب، الصور والمقاطع الساخرة هي التي فازت. هو كذلك مارينا، يعني كنت أتحدث بعد المناظرة مع بعض يعني المواطنين، الكثير منهم قال بأن أحلاهما مر، يعني هم مرغمون على هؤلاء 81 عاما و 78 عاما، يعني الاثنين يعني ليسوا بالكفاءة المطلوبة. هناك نسبة كبيرة من الناخبين الأمريكيين يعني لا يرغبون في ترامب ولا يرغبون في بايدن، ولكن حالة الأمور إلى وجود هؤلاء الرجلين. هناك العديد من يعني الكاريكاتير والسخرية من سن هؤلاء، وأيضا وضعت يعني على ذكر حديثك مارينا، هناك من الصور العديدة في الصحف الأمريكية التي تناولت بايدن في هذه المناظرة برسم كاريكاتيري كأنه قدم على كرسي متحرك، وأيضا جاء ترامب أيضا من ورائه بشكل ساخر أيضا. يعني الجميع الآن في تخبط في الشارع الأمريكي، هناك يعني تقدم بسيط لترامب، ولكن الأداء بشكل عام يتحدثون أيضا بأن ترامب قد كذب كثيرا في هذه المناظرة واستخدم معلومات مغلوطة، وهذا ما تحدثت به كاميلا هاريس، والتي قالت بأن يعني جو بايدن على الرغم أننا نعلم أدائه خلال 3 سنوات وأنه كان يواجه رجلا اعتاد الكذب، وهكذا أيضا أكد على هذا المعنى جو بايدن. الأمور صارت بشكل يعني دراماتيكي مختلف عما كان يحسبه الجميع. الجميع كان يعلم بأن بايدن طاعن في السن، ولكن ليس بهذا الأداء. صحيح ياسر، يعني تم استخدام لفظ الكذب والكذاب أكثر من مرة، ومنافسة على من هو أسوأ رئيس لأمريكا. ربما هذا يأخذني إلى الملف الفلسطيني مرة أخرى، لأنه هذه المناظرة أيضا تطرق فيها إلى العديد من الملفات ومن الملف الفلسطيني. وكما ذكر أيضا موقع أكسيوس الإخبارية أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، هذا في مسعى لإبرام الاتفاق. ما تفاصيل هذا الخبر وأسباب إصرار الولايات المتحدة في إيجاد حل للحرب في غزة في التوقيت الراهن؟ نعم مارينا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكما جاء في الموقع أنها تحاول مع الشركاء في المنطقة وعلى رأسهم مصر وقطر أن تخرج من هذه الأزمة بشكل عام. يعني التحديث والإجراءات التي تقدمها والاقتراحات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية هي خاصة بالمادة 8. هذه المادة التي هي أيضا منوط بها المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل. يعني حماس في هذا الشأن أو في هذا يعني النطاق تتحدث بأنها تريد أن تتأكد وتريد أن تخرج أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحاول أن تؤكد على هذه النقطة في يعني الحرب في غزة. أما على الجانب الآخر فإن إسرائيل تريد أن تتأكد أنها تريد أن تنزع السلاح من غزة، وهذا يعني هو النقطة المختلفة ما بين الاثنين. لكل منهما رأي في هذا الأمر، لكل منهما اهتماماته. أما بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك مارينا، لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية؟ كانت تصر قبل المناظرة الإدارة الأمريكية لمحاولة أن تكسب الشارع الأمريكي في تحسبا للانتخابات في 5
من نوفمبر القادم، حيث أن الشارع الأمريكي الآن أصبح يتابع عن كثب وأصبح مشاركا لما يحدث في غزة، وأصبح أيضا يأخذ على بايدن أن الدولة العظمى في العالم وأن جو بايدن لا يستطيع أن يوقف إسرائيل عن كل هذا الدمار التي تفعله في غزة وفي رفح. لكن بعد المناظرة زادت المسألة وزاد الإلحاح للإدارة الأمريكية، ربما إذا ما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الحالية في وقف هذه الحرب، ربما بل سوف يكون هناك تقدم للرئيس جو بايدن في هذا الملف الشائك. هناك ملفات عديدة تابعناها سويا مارينا، سواء الحرب في أوكرانيا أو الأموال التي تدفع أكثر من 200 مليار دولار أمريكي. تحدث ترامب، يعني تصيد بايدن إن صحت هذه الكلمة في هذه الملفات. أيضا الحرب في غزة، يعني إذا ما استطاع بايدن والإدارة الحالية وقف هذه الحرب بعد كل هذا الدمار، يعتبر انتصارا حتى ولو إن كان زائفا، ولكنه سوف يقوم سوف يزفه إلى الشارع الأمريكي بأنه أوقف سفك الدماء وأوقف الحرب. ولكن يعني سيكون هناك أحاديث عديدة أو كثيرة خاصة بهذه الجزئية، ولكن سوف يعني يصوره للشعب الأمريكي أنه انتصارا وأنه زعيم إقليمي وزعيم عالمي، كما أيضا أوردت وول ستريت جورنال منذ يومين في مقالة كبيرة بأن هذا هو الهدف الذي يريده جو بايدن من المناظرة، ولكنه لم يفلح في هذا الأمر. فربما أن يكون هذا يعني الملف الشائك يعد انتصارا، ثم تأتي الانتصارات بعد ذلك تباعا في مسألة الهجرة غير الشرعية، من سن قانون سريع في الشهور أو الأشهر القليلة القادمة، ثم بعد ذلك يجد من الإجابات ما يقدمه إلى ترامب إذا ما فاجأه في المناظرة العديد من الملفات من كانت مناظرة وكذلك للشعب مليئة الأمريكي. بالملفات ياسر، بالطبع المتابعة مستمرة معك زميل ياسر نور الدين مراسل القاهرة الأخبارية، شكرا جزيلا لك.